soap is not put in the drink. It is placed عادة بكون زي جارو هلا المي the water passes over the soap and takes it with it. اوكي اذا الصابون بتكون هون الريزرفوار بتكون هون مثلا في عندنا هون ممكن في طريق بتمر على الصابون وبتمرش على الصابون وفي طريق ثاني واضح؟ فاحنا اذا ما بدنا صابونه فهذيك اللحظه بنمررها من هون، ففي شيء بمرر المي يا بمررها على الصابونه بتسحبها معها يا بمررها اذا اور او في اصلا برامج تكون غسالة في برامج بالضبط، ففي برنامج بيكون بري واش، هذا برنامج البري واش ما بخلي المي تمر على الصابونه اول مره. بيعبي مي بغسلها بس بفضي المي بدون ما يعصر، بعدين برد بعبي مي مره ثانيه وباخذ الصابونه معه. او في برنامج بس مي بس مي تمام ممكن. اذا اوردر ووتر باي باسز، شو يعني باي باس؟ بتجنبها ما بمر على الصابونه، باي باسز بسوف ريزرفوار فور A rinse. إذا هاي هون فكرة الصابون اللي عطينا بالليل. طبعا عندنا كمان هلا رح يكون هاي الهيتر، أنا حطيت هون الهيتر، خلينا نحط الهيتر على الجهة الثانية عشان يكون لنا مساحة مبينة. فنحط الهيتر هون. هذا هون إلكتريك هيتر. فعندنا هون رح يكون في التانك اندر ان ذا تانك الكتريك. هلا هاي عاده الالكتريك هيتر يا بيكون الثيرموستات تبعها منها وفيها يا بيكون في ثيرموستات منفصل او ثيرمستر. اذا ذا اتاك ان الكتريك هيتر از يوزد تو heat the water. And usually أظن عادة بيكون RTD، RTD resistance temperature detector. تتكلم السنسرز اللي حكينا عنهم resistance temperature detector is used to sense the temperature. ما بينفع استعمل بايمتاليك ستريب، في اشياء بتكون بايمتاليك ستريب بس بتكون محطوطه على درجه حراره واحده، بتفصل على درجه حراره واحده، هون بدنا درجات كثيره. فلازم يكون لنا كلوز لوب فيدباك to sense the temperature of the water. وهاي ال RTD بتكون مثلا PT 100 هذا نوع من السنسر بنستعمله مع الهيتر. اي عندكم فكره قديش الباور تبعت هذا الهيتر راح تكون؟ اي كم وات تقديرا؟ عادة بتكون حوالي 2000 وات. اذا الباور اوف ذا هيتر 2000 وات حتى تسخن هاي المي ترفعها لدرجة الحرارة المطلوبة، وأكيد رح يكون في كلوز لوب فيدباك. متذكرين هون حكينا ما في عندنا مي سخنة، ما بتدخل عندنا مي سخنة. ندخل بس مي باردة وبنسخن المي لدرجة الحرارة المطلوبة. كلوز لوب